السلام عليكم، معكم سعيدة من العيون. مرحبا بكم كاملين عندي في عربة الحلزون. تبارك الله عليكم، كنشكركم كاملين على لي كومونتير ديالكم، على الناس اللي تعاونوا معايا كاملين، كنشكركم واحد واحد. كنشكر الاخت سميله، الزوج ديالها سي منصور، الله يكثر خيرهم. كنشكر كاملين الناس اللي تعاونوا معايا، الله يجازيهم بالخير. جاتني الفكره، سميتو كنت خدامه في واحد الشركه في مدينه المرسى العيون، فتعرضت للطرد التعسفي من هذا المنبر. كنتمنى القانون ياخذ لي حقي. لقيت راسي في الشارع لمده سنه وانا جالسه هكا في راحه، ما عنديش شي مدخول، ما عنديش حتى شي حاجه، شي مدخول هكا على حساب والديا، على حساب بزاف د الحوايج. وفكرت ندير هذا المشروع هذا ديال الحلزون، وكنشكر الاخت سميله مره اخرى اللي هي ساعدتني بزاف بزاف، وكنشكرها بزاف بزاف حيت هي عاوناتني. وقلت علاش ما نديروش للساكنه حتى هما شي حاجه جديده، شي حاجه جديده هكا. يعني كاين العربات ديال الحلزون كاينين عشوائيين، قلت علاش ما ندير شي حاجه هكا جديده تفتح الناس النفس ديالهم. اول وحده في الجنوب هي انا، الحمد لله لقيت الاقبال، لقيت الناس كيتعاونوا. الحمد لله عندنا في بلادنا الناس ديال الخير، الله يكثر خيرهم. تبارك الله كيجيو الناس عندنا، وكنشكرهم على الدعم ديالهم، على الهضره ديالهم الزوينه. كيجيو كيقول لك احنا غادي نعاودو نرجعو. كنشكرهم على التعاون ديالهم كاملين، ومرحبا بهم، مرحبا بهم مره اخرى. وبالنسبه للحلزون كيجينا من مدينه سطات، كنشكروا الناس اللي كيتعاونوا معنا حتى كيصيفطوا لينا، كنشكرهم من هذا المبار كاملين. كنجيبو يعني واحد النوع خاص من الحلزون، كنجيبوه يعني شي حاجه نقيه، شي حاجه زوينه. العشوب تبارك الله كيوصلونا حتى هما يا كاملين زوينين، والناس الحمد لله لقينا واحد الاقبال، كلشي كيشكر الحمد لله، وكنشكركم كاملين. كنا دايزين هنايا وحنا نشوفوا هاد العربه الزوينه اللي بالاورانج، تا قالت لينا ما ناخذوا البوبوش، وهاد السيده هذه كتنقي مزيان، وبزاف الناس شناهم كياخذوا، وماشي غير من العيون، كاين شي وحدين كيجيو حتى من المدن الاخرين باش ياخذوا من عندها. وتبارك الله عليها، وكنتمنوا لها التوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.